لكم النهارده حبايب قلبي كنافه نوازيه تستاهل بقكم بألف هنا وشفا لكل حبايبي اللي شايفيني دلوقتي. نقطع قطع كده منها ونشوفها مع بعض كده ايه اخبارها. يا رب تعجبكم النهارده الطريقه. سمي كده بسم الله ونشيل القطعه دي كده بسم الله. شفتوا يا حبايبي كده مطت الجبنه جميله خالص بألف هنا وشفا لكل حبايبي اللي هيشوفوها دلوقتي واللي هياكلوا منها. ندخل بقى ونشوف الفيديو مع بعض وان شاء الله الطريقه تعجبكم باذن الله تعالى. لو عجبتكم الطريقه يا حبايبي ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل حاجه جديده بنزلها. ندخل بقى ونشوف الفيديو مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير دايما يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة بعد الغدا بقى يا حبايبي عمالة بفكر اعمل لحبايبي النهاردة تحلية ايه اعمل ايه. ففي الاخر استقريت اللي انا اعمل النهاردة معاكم الكنافة النوبلسية. ان شاء الله النهاردة الكنافة بتاعتنا مش هتاخد وقت معانا، هنعملها بسرعة وبطريقة تعجبكم وفي نفس الوقت بطريقة اقتصادية. نسمي كده بسم الله ونقول المكونات مع بعض كده. معانا بسم الله الرحمن الرحيم كده حبايبي اقل من نص كيلو كنافة، حاجات بسيطة كده مطلعاها من الفريزر كنت مفرزاها، طلعاها مقطعاها قطع صغيرة كده بالمقص. لو عايزين تقطعوها اول ما تطلعوها من الفريزر يعني تتهري كده تبقى اسهل، يعني ما نسيبها يعني تفكوا كده من التبريد. ومعانا حبايبي للسيرم معانا كوباية ونص من السكر وكوباية مية دي للمحلول او للسيرم واتنين فانيليا. ومعانا حبايبي نص ليمونه. وطبعا علشان عارفين ان الكنافه النوبلسيه بتبقى لونها مصفر شويه مدي على اورنج كده غامق، هنحط لها كده النهارده لون غذائي لونه اورنج. ومعانا للكنافه حبايبي هنستخدم لها النهارده جبنه موتزاريلا. طبعا هنستخدم اي كميه احنا عايزينها، مش لها مقدار معين، نقلل او نكتر كميه الجبنه على حسب ما احنا حابين دي للحشو كده. ومعانا حبايبي كوبايه كبيره من السمنه البلدي. طبعا لو ما فيش سمنه بلدي ممكن نستخدم سمنه نباتيه بس ما ينفعش فيها زيت خالص. يبقى ده كده المقادير بتاعتنا، قلنا كده المقادير بتاعتنا. هنسمي كده بسم الله ونبتدي كده بعمل المحلول الاول كده يا حبايبي. جبنا الحله اللي هنعمل فيها المحلول بتاعنا بسم الله. هنفضي فيها كده كوبايه الميه، كوبايه النص سكر، كوبايه ونص. طبعا حبايبي لو عايزين مثلا تضاعفوا كميه المحلول بحيث اللي هو لما يجهز معانا ممكن يقصر شويه، او مثلا لو انتوا بتحبوا مثلا يكون عندكم محلول بزياده اللي انتوا مثلا تستخدموا اللي تستخدموه اثناء التحليه اللي بتعملوها سواء كنافه ولا اي حاجه، والباقي الكميه تتساب في الفريزر او على رف الثلاجه، بتنفع برضو في انواع حلويات تانية. فانا دلوقتي انا حطيت كده المقدار اللي هو السكر على المية، بس انا هضاعف المقدار ده كمان، هحط نفس المقدار ده تاني بحيث لو فاض مني حاجة استخدمها في حاجة تانية، ما فاضش يبقى خلاص يبقى احنا استخدمناه النهاردة بس اكيد هيفيض معانا يعني لتحلية تانية. هبتدي دلوقتي نشوفه بقى هنعمل ايه فيه على البوتاجاز. كده حبايبي حطينا السكر بتاعنا بالمية على البوتاجاز. طبعا عشان المحلول يعني يدينا نتيجة كويسة لازم نفضل نقلب فيه على البوتاجاز كده في المية لحد ما السكر يدوب. هنفضل كده يا حبايبي نقلب كده في المحلول لحد ما السكر بتاعنا يدوب في المية بحيث ان هو ينجح معانا. ونقلبه كده على نار متوسطة مش عالية قوي، واول ما يدوب هنرفع النار البوتاجاز شويه هنخليها تعلى. واول ما يدي اول غلوه كده هنبتدي اللي احنا نحط عليه الليمون بحيث اللي هو يعني يجمد معانا شويه يتقل او يقعد، يعني بحيث اللي هو يكون جاهز اللي هو يتحط على الكنافه. وطبعا يا حبايبي المحلول هنحطه على الكنافه
هيكون بارد والكنافة سخنة علشان ما تنشفش مننا، لازم تبقى حاجة ساقعة وحاجة سخنة، والأفضل الكنافة تكون سخنة والمحلول يكون بارد. طبعا كمية المحلول دي كلها مش هتتحط على الكنافة، بس انا زودت يعني انا عملت ضاعفت المقدار بحيث لو فاض مني حاجة تنفعني مثلا لو عايزة اعمل اي تحلية تانية ومستعجلة، فبكون عندي المحلول او السيرم جاهز على طول للاستخدام، بينجز معايا في الوقت كده. حبايبي السكر بتاعنا داب كده، اول ما يغلي هنحط عليه الليمون، نشوف بقى هنعمل ايه في السمنة بتاعتنا. حبايبي كده هنفضي السمنة بتاعتنا علشان نسيحها، ونحط عليها اللون الغذائي اللي هو اللون الاورنج عشان نحطها على الكنافة بتاعتنا، ونجهزها كده في الصينية كأن المحلول اتعمل. بسم الله هنسيحها على البوتاجاز، واحنا بنسيحها نحط اللون الغذائي على السمنة، اي لون غذائي هنحطه على الكنافة نغير بها لونها وكده، سواء في الكنافة بالطريقة دي ولا بطريقة تانية هنحطه في السمنة، مش هنحطها عليها، بحيث انها كلها تبقى نفس اللون واخدة نفس الدرجة. نشوفها بقى على البوتاجاز واحنا بنسيحها ونشوف المحلول. حبايبي كده حطينا الحلة على البوتاجاز علشان نسيح السمنة، واول ما تسيح هضيف كمية من اللون اللي هو الاورنج وكده، ونشوف درجة اللون اللي احنا عايزينها. كده خلاص كده ساحت، مش عايزاها تسخن قوي عشان اعرف اقلبها كده، اقلبها في الكنافة. بسم الله هنقلب كده، وبعدين لو عايز التاني هنزوده كده. كده حبايبي لحد ما نوصل للون اللي احنا عايزينه. بنشوفها بقى واحنا بنحطها على الكنافة. حبايبي كده المحلول بتاعنا غلي كده، من اول غلوة هنحط عليه نص الليمونة، نعصرها عليه كده عشان تساعد معانا اللي هو يعني يقعد معانا على طول، او يتقل شوية على طول، مش عايزاه يكون تقيل قوي ولا خفيف قوي، يا دوبك بس غلوتين كده وهنطف عليه يعني كمان 5 دقايق كمان. والفانيليا يا حبايبي هنحطها اول ما نطفى على المحلول، بحيث اللي هو يعني يفضل فيه ريحة الفانيليا كده ما تروحش منه، يعني لو حطيناها دلوقتي هتلاقي ريحة الفانيليا مش هتبقى باينة في المحلول. ولو عايزين نزود مثلا معلقة سمنة بلدي في المحلول كده برضو بتدي طعم حلو للمحلول، لو مش عايزين يبقى نقدر دي برضو كويسة. نشوف بقى السمنة واحنا بنحطها كده على الكنافة، هنضيف كده حبايبي السمنة على الكنافة. بسم الله ونبتدي كده نقلبها كلها في بعضها كده، طبعا لازم نشتغل بايدينا عشان نبقى متمكنين منها اكتر. بسم الله نقلبها كويس بحيث كلها تاخد نفس اللون اللي هو الاورنج. طبعا يا حبايبي الكنافة النوبلسية من انواع الكنافة اللي لازم تتاكل سخنة، فياريت مثلا لو الواحد هيعمل على قد مثلا ما هو هياكلها على طول، يعني مش يعمل ويكتر بحيث ان طعمها يتغير او تنشف مننا. هقلبها كويس ونرجع نشوفها بعد ما تبقى جاهزة معانا نفردها في الصينية. حبايبي كده الكنافة بتاعتنا بقت جاهزة باللون الجميل اللي هو الاورنج ده، كده بعد ما خلصت كمية السمنة اللي محطوط عليها اللون البرتقاني او الاورنج،
وكده بقت جاهزة معانا اللي احنا هنحطها في الصينية. ومعانا حبايب الصينية كده دهناها شوية سمنة صغيرين، لو مش عايزين تدهنوها سمنة عادي، بس انا دهنتها كده شوية سمنة. بسم الله. هقسم كده الكنافة لجزئين، جزء كده والجزء التاني عشان نحط الحشوة اللي هي الجبنة وكده. بسم الله. كده فردناها في الصينية كلها. هنبتدي دلوقتي اللي احنا نتك كده بايدينا او باي حاجة تانية عايزين نعمل بيها، بس نعملها كده كويس في الصينية. هنحط كده عليها حبايب الجبنة، هنحط كده حبايبي كمية الجبنة عليها نوزعها. بسم الله. كده طبعا زي ما قلنا حبايبي اي كمية جبنة احنا عايزينها، مش شرط كمية معينة مع المقدار اللي احنا هنعمله. هنبتدي كده نوزعها في الصينية كلها. كده حبيبي دي جاهزة معانا. نبتدي كده نحط بقى الكمية التانية من الكنافة. بسم الله. هنفردها كويس كده في الصينية كلها. اهم حاجة حبايبي ندكها جامد كده بايدينا، نشوفها بعد ما افردها. حبايبي كده بقت الكنافة جاهزة معانا بعد ما فردتها كده في الصينية كلها ودكتها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لو مش عايزين نستخدم ايدينا ممكن نستخدم اي حاجه تانية. حبايبي دلوقتي انا هنولع الفرن يسخن كويس، هحطها على درجه متوسطه ولا هي عاليه قوي ولا هي واطيه قوي. هحطها على الشبكه يا دوبك بس الوش يتحمر كده، وبعدين هبتدي ان انا اقلبها تتحمر على الوش التاني، ونشوفها بقى بعد ما تطلع من الفرن. هي ما تاخدش في الفرن وقت يعني كتير ولا حاجه، نشوفها بعد ما تطلع من الفرن. خلاص كده حبايبي الكنافة بتاعتنا طلعت من الفرن بقت بالشكل ده كده. طبعا حمرتها كده على الوشين، وممكن لو مش عايزين تحمروها على في فرن البوتاجاز ممكن تحمروها في صينية على البوتاجاز من فوق على عين على الشعلة الفوقانية بتاعت البوتاجاز، وتبقوا تلفوا الصينية لحد ما تتحمر وبعدين تقلبوها في صينية تانية. دلوقتي هنحط عليها كده المحلول بتاعها وهي لسه سخنة. بسم الله. علشان تطريها خلاص يا حبايبي كده حطينا المحلول على الكميه على الكنافه دي كده. طبعا الشويه الصغيرين اللي على الوش دول هتتشربها عشان لسه سخنه، بس هي كده اكتفت مش عاده عايزه تاني محلول. وده كده المحلول اللي فاض مني كده، هفضيه في اي برطمان ولا في اي حاجه وافرزه في الفليزر، وقت ما اعمل اي حاجه هحطها عليه. نشوفها كده وانا بقطعها. خلاص يا حبايبي كده قطعت لكم حته كده او قطعه علشان نشوفها مع بعض. شوفوا المطه بتاعت الجبنه جميله خالص يا حبايبي، بالف هنا وشفا لكل حبايبي اللي شايفيني دلوقتي. جميله خالص يا حبايبي، ما بتاخدش وقت في الشغل بتاعها. زي ما انتم شايفين الجبنه جواها سايحه كده. يبقى الف هنا وشفا يا حبايبي. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل حاجة جديدة بنزلها. ونختم الفيديو بتاعنا بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بذكر الله، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله قريب على خير بإذن الله تعالى.